استاذ ممدوح، قرر لجنه حقوق الانسان وعضو نقابه المحامين التي تم حلها، ما رايك في اخلاء السبيل الضباط؟ لازم تم حلها الضباط الذين تم اخلاء السبيل. تفضل. طبعا قرار المحكمه باخلاء سبيل الضباط عليه علامات كثيره جدا ومريب جدا، لان بنص الماده 134 في قانون الاجراءات اللي بتتكلم عن الحبس الاحتياطي، هؤلاء تنطبق عليهم الشروط كلها في الحبس الاحتياطي. ان خشيه من هروبهم، الخشيه من تواطؤهم لتغيير الحقيقه، كلها اسباب بتتكلم عن الضباط كانها موضوع للضباط ان هم ياثروا على التحقيق او يغيروا من مجرى التحقيق في قضيه معروضه من المحكمه. ومع ذلك المحكمه اعطت قرار باخلاء سبيلهم. القرار ليس فيه لا قانون ولا حتى موائمه سياسيه، يعني القرار اللي بينطق به القاضي بيبنى على الموازنات والتوازنات والحكمه. هذا القرار خالي من الحكمه، خالي من التوازنات، يعني كانها يقصد به اثاره فوضى للاسف الشديد. هل يوجد ربط بالافراج عن الضباط بتوع السويس والمتهمين بتوع قداسه والقاهره؟ شايف في ربط كده ولا ايه؟ هو توالي القرارات يشعر المواطن ان في ربط وان في قصد باحداث فوضى ورد فعل. خلاص انا حاسس اني ضغط. طيب ماشي، اسيبك. شكرا. لا انا حاسس اني ضغط. رايك يا استاذ.